على ارتفاع 2030 متر جبل شمس على قمة في الجزيرة العربية. وفي طريقي إلى القمة اللي هي 3000 متر. بدأنا من حوالي 6 الصبح. جلس الدنيا ظلمة. وصلنا هنا عشان نخيم حوالي الساعة 12 أو 12 وشوية. نمنا ساعتين وبعدين بدأنا الصعود. إن شاء الله يعني نوصل في حدود ساعة كمان. دي القمة عليها زي محطة رادار أو شيء عسكري، فإحنا بنروح جنبها. هي ارتفاع زي ما قلت 3000 متر على قمة في الجزيرة العربية، على قمة في عمان طبعا. ودي هتكون إن شاء الله أول محاولة ليا. أنا مش جاهز قوي لأني مش نايم، مجهد وتعبان. فزي ما بيقولوا بالإنجليزي I'm taking it easy, very easy. همشي على مهلي، ما بضغطش على نفسي كتير، وبحاول لأن عندي الأتمت أو محاولة الوصول الأصلية اللي أنا بتمرن عليها دلوقتي. هي تكون في نهاية مارس تقريبا 29 مع مجموعة من الأصدقاء، مجموعة من العرب، هنطلع مع بعض. فدي زي تدريب كده أقيس مستواي هقدر أطلع ولا لأ المرة الجاية، وإيه التحديات. لأن طبعا هي مش صعبة قوي، يعني أنا طلعت طبقال في الأطلس وإيه تاني طلعت إيه تاني جبل مشط، أعلى قمة ستاند ألون ماونتن في الجزيرة العربية. طلعت سانت كاترين، وعلى قمة في جزيرة سقطرة. فهنا مش صعب قوي لكنه طويل وركس، يعني صخور كتير، محتاج تركيز، هو إنسان يكون نايم ومرتاح كويس، أكل كويس، وبس عنده إرادة إن هو يوصل. في جزء يعني طبعا جزء الفيزيكال ده مهم جدا. هاد يهتم عضلاته والراحة والكلام ده. في نفس الوقت جزء الذهني المنتل، ان انت تكون عندك رغبة وإرادة انك هتطلع ان شاء الله، وانه والتركيز. ودي حاجة من الدروس اللي تعلمتها من الهايكينج والكلايمبينج، التسلق والمشي في الجبال، انه نفوق السحاب بتساعد كتير على التركيز. لحد بيعرف يحط رجله فين وامتى. طبعا انا لابس تي شيرت telecenter.org اللي هي شبكة مراكز المجتمع المعرفي او telecenters اللي انا اشتغلت فيها طول حياتي، يعني في انشاء التelecenters في مصر ولبنان وعمان، تحويلها لمشاريع صغيرة شباب يدروها. انا رحت فين؟ طبعا الطريق فيه علامات عشان الواحد ما يتوهش يفضل ماشي معاه، فانا لازم اوقف عشان اركز. زي ما قلت الهايكنج بيعلم التركيز، الواحد يحط رجله فين وامتى ويفضل صاحي. يلا اشوفكوا في الرساله اللي جايه، اتمنوا لي التوفيق.